لقد أنشتتهما الأقدار لأكثر من 3 عقود مضت، يلتقي مجددا طلبة الأمس في ذات الأروقة والمقاعد التي رسمتها خطاهما قبل أكثر من 40 عاما. هذه رسالة للأجيال الحالية بأنه لابد ربما أن يكون دائما الحنين، دائما الوفاء، دائما الإخلاص للمنزل الأول، والجامعة هي المنزل الأول لنا جميعا، لأنها صاحبة الفضل، صاحبة العطاء، والسبب وراء تميزنا وتفوقنا وتقدمنا هو جامعتنا. هذه للسنة الثالثة تقام في الجامعة في هذا الوقت بالذات، يجتمعون من كل محافظات العراق وبعضهم من خارج بلدنا الحبيب العراق، يجتمعون في المستنصرية ويعيدون من جديد التواصل ولم الشمل واستذكار الأفكار والذكريات الجميلة لهذه الجامعة. أود أن أذكر بأن هناك جامعات عالمية تستطيع أن تجمع 10 خريجين قبل 10 سنوات من تخرج، بعد 10 سنوات من تخرجهم. الآن المستنصرية تجمع 400 إلى 500 خريج بعد 40 عاما من تخرجهم. فطوبى للجامعة المستنصرية وطوبى لدارسيها وموظفيها وأساتذتها، ونشكر رئيسها على رئاعة هذا الحفل. وين الصف وين؟ كلها جمعتنا ضوية، كلها جمعتنا ضوية. استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تجمع نخبة من خريجي الجامعة المستنصرية الذين مضى على تخرجهم أكثر من 3 عقود ليجددوا عهد الأخوة والوفاء بقلوب مفعمة بالمشاعر الأخوية الصادقة. حقيقة استعدنا بها أجمل ذكريات العمر اللي هي فترة دراستنا الجامعية في الجامعة المستنصرية العزيزة اللي جمعتنا، اجتمعنا بها غرباء وخرجنا منها أخوة وأحبة وأصدقاء. إحنا كلش سعداء هذه السنة الثالثة وإحنا نقيم هذا المهرجان لتجمع الأوفياء خريجين الثمانينات، وحقيقة يعني اليوم إحنا في عيد، يعني في عيد وعرس، والكل فرحانة ومبتهجة، يعني مو بس بالذاكرة، هي بروحنا يعني داخل قلبنا. احنا صار لنا تقريبا 30 سنه احنا متخرجين، نخرجنا من 85 86 86 تخرجت، لحد الان اني افوت مني من الجامعه ابكي، يعني دموعي تنزل على الذكريات والحياه اللي كنا عايشيها. رئيس الجامعه المستنصريه اكد ان هذا النهج من التواصل مع طلبه الخريجين مستمر، فهم سفراء للجامعه في المواقع التي يعملون بها وحصاد مخرجاتها.